تحت شعار الماء مصدر حياتي وحاتنا من أجل تدبير مستدام، افتتح اليوم السيد عزيز خنوش وزير الفلاحة والصيد البحري مرفوقا بمجموعة من الشخصيات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتمر بمدينة أرفود جنوب شرق المغرب، ويعد هذا المعرض الأول من نوعه بالمنطقة إذ يتوافد إليه العارضون والزوار من جميع جهات المملكة لتسويق منتجاتهم الفلاحية المرتبطة بالثمور ومشتقاتها. بالتعاون ديال نايت غطا جنوب الشرقي سيدي عيد الفكراو، تلقى سنة تكالات مشاركة المعارض تيني باركود منتج منتوجات ماشي ديال الشاميم ياش ديال الفزة كنشوف المواتاي حنا نتمنى ان شاء الله ندوز داف كنقولو يا الحاج داف دخلو المنتوجات ماشي برا بشكرا باش نجي تلقى تاميم تيني ولا ينير شارك معرض الوركود ستيني يساك ستاميمت التعاون يا المطاقة انتين جداد انا خدمي اشتيزوا انا خدمي اشتيني نقود على اخيني غا نمتوج انا غدور غا ستي حويج انا ستي ياسنت مازيات انا ايقانا زند تاميمتنا انت الزاق المعيدة زند امرادنا المطاقة انتزارين زند تكويتنا الفيلات 26 درجة حتى هي ما كتخرجش، إذا كان البرد راه ما كتخرج، إذا كانت السخونية عاوتاني بزاف راه ما كتخرجش، إذا كانت الطقس ديالنا حنا في جهة العلمي، الطقس ديال الليلة، سميتو غير كنقول والله كنحملها في الشتاء وشي لباس، عاد تكون